يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن العبادة لها قطبان هما المحبة والذل. السؤال: كيف تقوى محبة الله تعالى والذل له في قلب الإنسان؟ هذا شيء يجعله الله سبحانه، لكن الإنسان إذا خشي ربه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه فإن هذا ينمي حب الله في قلبه، كذلك ينظر إلى نعم الله، يتفكر في نعم الله عليه، هذا يورثه محبة الله الذي أنعم عليه بهذه النعم. نعم.